نروح دلوقتي لمراسلنا كريم بيبرس موجود في العريش. مساء الخير عليك يا كريم، ولو تضعنا في آخر مستجدات الأوضاع وأولى أيام الهدنة، ولو تحدثنا عن المساعدات وشاحنات الوقود إلى الآن. تحياتي لك هدير وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني منذ صباح اليوم، منذ بدء سريان الهدنة، فعلا دخل عدد كبير جدا من الشاحنات عبر بوابة معبر رفح المصرية. بنتكلم عن أكثر من 130 شاحنة ضمن 200 شاحنة من المفترض أن هم يخشوا في اليوم الأول لسريان الهدنة. حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الثلاث أو أربع ساعات اللي فاتوا طلع بيان أن هو استلم 85 شاحنة من ال 130 شاحنة اللي دخلوا. نتكلم طبعا كمان انه الشاحنات دي مش بس هي مساعدات غذائية، مش بس شاحنات مياه، لكن كمان مستلزمات طبية. ولكن الاهم دخول مع ال 130 شاحنة دي هو دخول ثلاث شاحنات للسولار. المفترض ان الهدنة بتسمح بدخول 130 الف سولار يوميا لمدة اربع ايام، كمان بدخول اربع شاحنات للغاز. فعلا دخل اربع شاحنات للغاز، شفنا منهم اثنين خرجوا بالفعل بعد ما فرغوا، يعني افرغوا حمولتهم داخل الناحيه الثانيه. شفنا كمان شاحنتين من السولار بعد ما افرغوا حمولتهم رجعوا مره ثانيه الى الاراضي المصريه. وخلال يعني يمكن الساعتين اللي فاتوا كانت لسه سيارات الوقود وشاحنات الوقود الحقيقة متوقفة أمام معبر رفح بانتظار طبعا أن هي دخولها مع باقي الشاحنات. المفترض أن هم 200 شاحنة هيدخلوا يوميا على مدار أربع أيام. لكن كمان الفكرة مش بس دخول الشاحنات، كان في وسط دخول الشاحنات كان في جزء من الفلسطينيين الأشقاء اللي كانوا عالقين في رفح والعريش من ساعة بدء الأحداث والحرب الغاشمة اللي أطلقتها قوات الاحتلال على الأشقاء في قطاع غزة. الحقيقة أنه كان في ناس كتير هنا، إما كانوا في علاج، كانوا في تعليم من الأشقاء الفلسطينيين، أو حتى كانوا في تجارة، أيا كان كانوا بيعملوا إيه هنا، لكن إن هم بعد ما الحرب ابتدت ما قدروش إن هم يرجعوا أرضهم. النهاردة في أول يوم الهدنة الحقيقة قدروا إن هم يتحركوا ويعودوا مرة تانية لأرضهم بعد ما كان أهالي الحقيقة شمال سيناء والمحافظة اهتموا بيهم واحتووهم وعملوهم كأشقاء جوه بيوتهم، والحقيقه كمان المحافظه اهتم بيهم خلال كل الفتره اللي فاتت دي. كمان يا هدير، لو فكرت ان انا اكلمك كمان على من اهم النقاط النهارده، وهو حضور رؤساء وزراء بلجيكا واسبانيا بعد لقائهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي هناك في القاهره، جم هنا لمعبر رفح وقام في مؤتمر صحفي كبير نقلته يعني القنوات المحليه والعالميه عن القاهره الاخباريه، وكانوا بيتكلموا على اهم حاجه كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عليها، وهي فكره اللي دايما مصر بتتكلم عليه الحقيقه، اقامه الدولتين. والاثنين الحقيقه اكدوا انه الحل لن يكون بالحل العنف أو حتى بالطريقة العسكرية، لكن التأكيد كان دايما على إقامة الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. وكمان أكدوا وشكروا الحقيقة الدولة المصرية على مجهوداتها الكبيرة، إما في دخول المساعدات واستمرار استقبال المساعدات من كل دول العالم. يعني احنا بنتكلم مثلا على مطار العريش الدولي يستقبل لحد النهاردة أكثر من 180، يمكن أكثر من 187 طائرة الحقيقة محملة بالمساعدات المختلفة من 29 دولة و15 و14 منظمة شاركوا في كل المساعدات دي. الحقيقة الهلال الأحمر المصري اتكلم على المتطوعين اللي كانوا موجودين خلال ما يقرب من 50 يوم، ما زالوا بيستقبلوا المساعدات دي وبينقلوها بيحطوها في المخازن وبتوصل لحد معبر رفح. كمان الحقيقة انه الشاحنات اللي ما زالت بتتوافد على مدينة العريش وبتصل لمعبر رفح مئات الشاحنات يا هدير. يعني انا بتكلم ان احنا ممكن نكون النهاردة اكتر من 200-300 شاحنة تقريبا وصلوا بس العريش، منهم جزء كبير جدا من التحالف الوطني ومن القافلة اللي اطلقها امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة احنا بنتكلم على ما يقرب من 570، يمكن اكتر من 577 شاحنة مفترض ان هي تصل لمدينة العريش. ده بالاضافة للشاحنات اللي كانوا موجودين في الهلال الاحمر، مخازن الهلال الاحمر، بالاضافه للشاحنات اللي بتيجي عبر الطائرات. كل ده النهارده الحقيقه كان بيتحرك في توازي وفي سلاسه كبيره، استعدادا طبعا كانت امل كبير، انفراجه كبيره بمناسبه الهدنه اللي هي لمده اربع ايام. يمكن دي ما تكونش كافيه بالنسبه للاشقاء في فلسطين، احنا بنتكلم على امل في وقف اطلاق نار مستدام، امل في ان هي
عودة تاني الهدوء والسلام للأشقاء في فلسطين، ولكن هي انفراجة بسيطة بدخول 200 شاحنة يوميا، مع أنه الاحتياج الحقيقي لأهالي فلسطين وأهالي قطاع غزة هي 500 شاحنة يوميا. طبعا كمان الوقود من أهم الحاجات اللي كان لازم تخش عشان يرجع بيها المرافق الحيوية، محطات تحلية المياه، المستشفيات، كمان شركات المحمول وشركات التجوال، كل ده كان محتاج الحقيقة دخول الوقود ضروري جدا للأشقاء في فلسطين. وكمان في نفس الوقت الحقيقة المجهودات المصرية والدبلوماسية المصرية اللي قدرت خلال الفترة اللي فاتت بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية ان هي تضغط على جميع الأطراف عشان تحقيق الهدنة اللي بدت بالفعل النهاردة الساعة 7 الصبح، وكان عن طريق مصر النهاردة تبادل او صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الرهائن إما عند الفصائل الفلسطينية المختلفة، وتحديدا يمكن حماس كانت هي متصدرة المشهد، وكمان الناحية الأخرى الأسيرات الفلسطينيات اللي تم يعني الإفراج عنهم من سجون الاحتلال. بنتكلم على تقريبا يعني أكتر من 13 من المحتجزين عند فصائل المقاومة الفلسطينية تم الإفراج عنهم، بالإضافة ل 11 واحد كمان من الرعاية الفلبين كانوا موجودين النهاردة كمان تم الإفراج عنهم. كمان بالإضافة لذلك طبعا الأسيرات الفلسطينيات اللي تسلمتهم مصر وقدرت أنها تكون دائما حلقة الوصل للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين. دي كانت نظرة عامة يدير عن اللي حصل النهاردة في رفح والعريش. صحيح، أنا بشكرك، شكرا جزيلا كريم بيبرس من العريش، شكرا جزيلا على وجودك معنا.